صامدين احنا بهالثورة ما نركع الا لخالقنا فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة صامدين احنا بهالثورة ما نركع الا لخالقنا فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة للأمس آلامه وذكرياته وللحاضر شجنه وعمله وللغد آماله وتطلعاته. في سوريا الأمس مضى والحاضر يتحسس الخطى والغد يقوض الأمس ويبني من الحاضر مستقبلا. على شاشة سوريا الغد مع باقة الأخبار والنشرات المتنوعة. نحييكم من قناة سوريا الغد ونقدم لكم نشرة أخبار الخامسة والنصف بتوقيت دمشق. لتنظر إلى الغد بعين على الصحافة، نطوف في عالم الصحف مع الكتاب والمقالات في الصحف العربية والعالمية. نقرأ ما بين السطور لنكون أقرب إلى الحقيقة ومتابعين للحدث. ومع الحدث نبحث في تفاصيل الحدث بتداعياته وأسبابه ونعيد قراءته، نحلل ونقارن لنكتشف الثورة في جيش الثورة. وفي جيش الثورة تغطية لأبرز عمليات الجيش الحر في كافة ساحات وميادين القتال. تمكن الجيش الحر من منع اقتحام قوات الأسد لمدينة داريا. الله أكبر. وفي برامج سوريا الغد نسمع صوت الناس، صوتكم تعبرون من خلاله عن آرائكم لكي تقولوا ما تريدون في كل ما يخص المشهد الثوري في سوريا اليوم. وفي سوريا اليوم نعيش معكم، نتلمس همومكم، نقترب من آلامكم ومن أحلامكم، نناقش تفاصيل ما يجري في سوريا وخارجها بجرأة وموضوعية. لا نجامل ولا نحاول تزييف الواقع على حساب المستقبل لتقول بأعلى صوتك أنا إنسان. وفي برنامج أنا إنسان ننظر من زاوية إنسانية مع المنظمات الإغاثية والمؤسسات التعليمية والطبية والحالات الإنسانية واحتياجاتها حتى لا نصبح في غربة. وفي برنامج غربة نبحث عمن أخرجوا من ديارهم حاملين وطنهم في قلوبهم، ينتظرون الخبر الذي يعلن نهاية مأساة بلدهم. جرحهم اللجوء فكان الألم والأمل فصاروا كأطفال الحرية. وفي برنامج أطفال الحرية نسلط الضوء على مأساة الطفولة المقحمة في الخلافات السياسية والعرقية باستضافة مجموعة من المتخصصين والباحثين والأطباء في استوديو سوريا الغد، استوديو الثورة. وفي برنامج استوديو الثورة الملتقى الذي يجمع أفكار السوريين ويوحد رؤاهم حتى لا تختلف بين حالش وداعش. وفي برنامج داعش وصناعة القتل معالجة هادئة لطروحات تنظيم دولة العراق والشام، لنكشف ظلمة الفتنة وليلها وننطلق إلى ضوء الفكر وصباحه ليشرق صباح الخير. وفي صباح الخير نفتح نوافذ الوطن لننقل لكم حاله وأحواله، ونبثكم من خلاله أريج عطر سوريا، ونلامس فيه جمال الماضي ونستشرف المستقبل بالأمل وفرصة عمل. وفي برنامج فرصة عمل نشارك في البحث وندعمك في الطلب لنوصلك إلى حيث تريد. كل هذا بالإضافة إلى خدماتنا الإخبارية المتواصلة وتغطيتنا الخاصة على مدار اليوم حتى نصلكم بكل جديد في قناة سوريا الغد. سوريا الغد بكرة أحلى.